مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتسير مصر للطيران 24 رحلة جوية بواقع 9 رحلات بخط سير جدة القاهرة، ورحلتين بخط سير جدة كوناكري، ورحلة بخط سير جدة باماكو، ورحلة بخط سير جدة برج العرب، ورحلة بخط سير الطائف القاهرة، و10 رحلات بخط سير المدينة القاهرة. وده لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل وتضامن الجيزة وبورسعيد والسويس ودمياط والإسكندرية والأليوبية والوادي الجديد وجنوب سيناء والمنيا، وتضامن بعثة الأوقاف وقرعة القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 27 من عمر الدوري المصري. هيلتقي البنك الأهلي مع بلدية المحلة في 4 عصراً، في 7 مساءً هيلتقي الداخلية مع زد، في نفس التوقيت هيلتقي فاركو مع الاتحاد السكندري. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب ألبانيا مع منتخب أسبانيا في 10 ليلاً، في نفس التوقيت هيلتقي منتخب كرواتيا مع منتخب إيطاليا.